هسه نجي الكالكوليشنز مال المسكرمنتد مال الانفنت. قلنا لازم اكو فاكتور نحسبه على مود نطلع الاوزان والاحجام الجديدة مال الكومبوننتس مال البريسكريبشن مالتي. ليش اكو فاكتور؟ لان اني بالوصفة عندي طلب تحضير 20 مل، بينما تحضير الوصفة الاساسية 4 مل، يعني اكثر احتاج او ممكن احتاج اقل حسب الوصفة اللي هي اعطيناها وحسب ايش قد طالب من عندي حجم. حسب هاي الحالة طالب من عندي حجم 20 مل وهو مطيني وصفة على قد 4 مل، وش اسوي يعني؟ الحجم اللي يريده desired volume على given volume يطلع لي فاكتر. هذا الفاكتر لازم اضرب به كل الاوزان والاحجام اللي عندي مال components مال prescription على مود اطلع الاوزان والاحجام الجديدة اللي احتاجها على مود احضر 20 مل. 20 مل desired على 4 مل الجيفن يطلع لي 5. اجي اخذ مادة من المواد اللي عندي، صوديوم بايكارب اللي هي solid solute 0.6% غرام في 5 اللي هو الفاكتور يطلع لي 0.3 غرام، اروماتيك سبيرت اوف امونيا 0.6% مول في 5 اللي هو الفاكتور يطلع لي 0.3 مول، كومباوند تنكتشر اوف كاردموم 0.12% مول في 5 الفاكتور يطلع لي 0.6 مول، جليسرين 0.3 مول في 5 الفاكتور يطلع لي 1.5 مول، والبيبرمنت ووتر هو اني هذا راح اكمله بالحجم اللي اريده اللي هو 20 مول. اجي انا مو قلت لازم عندنا انيشال سوليوشن للسوليد سوليوت على مود احسب حساب الليكويد انجريدينتس اذا موجوده. انا هنا هسه عندي اكو ليكويد انجريدينتس، وش اسوي؟ اطلع الحجم اللي اريده بالبدايه اللي هو 3/4 الفوليوم، هذا ايديالي سواء عندي ليكويد انجريدينتس او ما عندي. ما دام عندي سوليد سوليوت لازم اسويها للسوليوشن، ما اجي اذوبها بكميه اعتباطا اخذها، ولا اجي اذوبها بكل الكميه مال السولفنت مالتي. اخذ لازم 3/4 الفوليوم مال السولفنت على مود اذوبها بيه. طلع 20 الفوليوم مال السولفنت 3/4 يطلع 15 مل. اذا ما كان عندي ليكويد انجريدينتس خلاص اخذ ال 15 مل، احطها على يعني احط السوليوت بال 15 مل، ذابت اجيب انقلهم للسلندر واكمل الحجم لل 20. بس لا، انا هسه هنا عندي ليكويد انجريدينتس 0.3 مل مال ال 0.3 مل مال الامونيا، 0.6 مل مال الكاردموم، 0.1 مل مال العفو 1.5 مل مال الجليسرين. فذني شلون لازم اجمعهن؟ اجمعهن طلعت لي 2.4 مل، يعني هاي الليكويد انجريدينتس مالتي حجمها 2.4 مل. اجي اخذ 15 اللي هي 3/4 الفوليوم ناقص 2.4 مل يطلع لي 12.6 مل. هذا الحجم مال بيبرمنت ووتر اللي لازم اخذه على مود اسوي انيشال ديسوليوشن للسوليد سوليوت مالتي اللي هو الصوديوم بايكارب. هسه اجي على بروسيجر مالتي ورا ما كملنا الكالكوليشنز، نيجي نشتغل موادنا تلقوها بالمختبر. اكو ميزان صوديوم بايكارب تاخذو توزنون 0.3 غرام من عنده باي بالانس اند ترانسفير ات تو كلين بيكر. البيكر لازم غاسليه او كونيكال، اذا ماكو بيكر انتو لازم غاسليه ومحضريه. وراها اخذ 12.6 مل من البيبرمنت ووتر اللي هو السولفنت مالتي بالسلندر واحطه على الصوديوم بايكارب بالبيكر على مود اذوبه وافحصه اشوفه خلص انه هو ذاب وماكو بعد فاين بارتيكلز وانه هو كلير. وراها اجي اضيف الليكويد انجريدينتس مالتي اللي هي 0.3 مل ارومالك سبيرت اوف امونيا، 0.6 مل من الكاردموم، و 1.5 مل الجليسرين، اضيفها للمكستشر مالتي. وراها هذا المكستشر راح ارجع اضيفه بسلندر على مود اشوف ايش قد واصل حجمه واكمله الحجم المطلوب بمن بالميجر سولفنت مالتي اللي هو البيبرمنت ووتر اللي سويت له بداية انيشال سوليوشن بالبيبرمنت ووتر، وبعدين ضفت مواد سائلة مالتي، بعدين وراها اشوف الحجم ايش قد صار واكمله الحجم الاساسي اللي مطلوب من عندي اللي هو 20 بيمن بالميجر سولفنت اللي هو البيبرمنت ووتر. خلاص كمل السولفنت عفوا كمل السوليوشن، الوضعية تمام ومثل ما اريد. انقله الكليم بوتل وليبلت، ومثل ما قلنا الليبل لازم يحتوي النيم اوف برودكت والديت اوف برودكشن والدايركشن مال يوز مال برودكت مالتي اللي سويته اللي هو كارمنتيف ميكستشر اوف انفنت. الدايركشن مثل ما شرحت لكم انه هي لازم تقول له ايش قد ياخذ، ايش وقت ياخذ، ايش كم مره باليوم.
قلنا ياخذ take one teaspoon for three times a day after meals. نشرح لكم اياها هاي شلون اجتي. انا عندي الدايركشنز مذكوره نهايه البريسكربشن. one fluid drum TIV PC. fluid drum اللي هي تقريبا 5 مل، 5 مل يعني teaspoon full. TID يعني 3 مرات باليوم، PC يعني after meals مثل ما ذاكريها هنا بالدايركشنز اللي لازم نكتبها على الليبل. نجي هسه اليوزز مال each component بهاي البريسكربشنز مالتي. كل component بالبريسكربشن لازم إلها استعمال، واني هذا لازم اعرفه كصيدلاني، لازم اعرف شنو استعمال هذا الشيء بهاي الوصفه. صوديوم بايكارب هاي الوصفه هي مايلد انتي اسيد. هو انفنت يعني انا ما اقدر اعطي يعني مضاد حموضه قوي او يؤذي، فلازم يكون مايلد، فهي مايلد انتي اسيد. اروماتيك سبيريت اوف امونيوم هي كارمينيتيف يعني طارده الغازات، ماده طارده الغازات. كومباوند تنكتشر اوف كاردموم يعني اللي هو الهيل مستخلص من كرود دراج، فسميته التنكتشر مثل ما شرحناها ببداية المحاضرة. هو فلافرينج ايجنت، ممكن مرات نستخدمه ايضا ككالرينج ايجنت. والجليسرين هو سويتنينج ايجنت وبرزيرفاتيف وثيكنينج ايجنت، يعني كمادة تعطيني حلاء للسوليوشن مالتي، تعطيني بريزرفاتيف يعني تحميها تحافظ لي عليها، ثيكنينج ايجنت يعني تكون مور ثيك او مور فيسكاس. والبيبرمنت ووتر هو الميجر سولفنت مالتي بهاي الوصفة، وايضا هو فليفرنج ايجنت. هسه الهوم ورك اللي عليكم كارمينيتيف ميكستشر فور ادلت. نفس الشيء عندكم صوديوم بايكارب كذا كمية، اروماتيك سبيرت اوف امونيا كذا، سترونج تنكتشر اوف جينجر هالمرة كذا كميته، بيبرمنت ووتر كذا كميته، ومطلوب من عندكم تحضرون 60 مل. مطيكم على قد 30، هو مطلوب طالب من عندكم 60 مل. انتو لازم تطلعون فاكتور، تسوون كالكوليشنز، تسوون بروسيجر وتدزولنا اياها ان شاء الله. وهاي كل شيء واضح قدامكم. اي سؤال احنا موجودين اذا تحتاجون.